رحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في حوض صحة جيدة. اليوم بغيت نشارك معكم هاد لي بوطونيير. اللي ما عندهاش الآلة ديال البوطونيير ممكن أنكم ديروهم بالماكينة، غير هو كان خصنا واحد الريكلاج نديرو للماكينة أولا. يعني هنا عندنا، هنا خصك تردي الريكلاج على جوج أولا واحد ونص، أصغر ريكلاج عندك، وتزيري هنا مزيان، يعني تنخدو لي مزير باش الغرزات يجيو صغارين ويجيو حدا بعضياتهم. الان نوريكم اول حاجه كانت راسي العبار ديال الصدفه اللي عندي، كانت كبيره او لا صغيره، كنحاول انني نمشي على داك العبار اللي عندي ديال التراسه جات باشر، كندير لا ريتم وكنبقى غاده راجعه شي ثلاثه المرات باش ما كتفكش الخياطه دغيا. هانتوما شفتو التراسه اللي درت انا صغار على حساب الصدفه، انا عندي صغيره، كتراسي البدو ديال الصفة حتى لمنتهى الصفة، جوج سنتيم او سنتيم ونص على حسب العرض الصفة. كنبقى غادا هكاك بلا ريتمو شي تلاتة كلكم من ربعة المرات. فاش كنوصل للخر ديال داك السطر كنحاول ندير واحد الغرزة او جوج غرزات صغار، كنديرهم غير بيدي، ما كنديرش ما كنكسيريش، لحقاش لكسيت غادي يمشي نفوت ديك جوج غرزات، كنحاول ندير غير بيدي. كنبقى غادا راجعة غادا راجعة باش كنضبط شحال العبار انا بغيت في العرض ديال البوطونير. وكنعاود نفس الطريقه، كندير لا ريتمو، كنبقى غادي جايه بلا ريتمو. وفاش كنوصل عاوتاني للراس نفس الطريقه كندير. هانتوما كتبان لكم سميتو الخياطه كتبان، كنبقى عاوتاني غادا من الراس حتى للراس ديال ديك جوج خطوط اللي درت، كنبقى يعني كنحاول نمشي من ديك الغرزه حتى الغرزه الاخرى غير بيدي باش نضبطها وتجي مزيانه. يعني هادو اللي ما عندهمش الماكينه البوطونيير كيجيو حتى هما متقولين وزوينين كيجيو. هانتوما شوفوا البنات كي جات دايره، نفك غير الخيط اللي من التحت. هانتوما كي كتجي دايره الغرزه، هانتوما كنحلو الوسط، وباش زوينه هادي كتحبس لك الثوب ما يتشنتفش، يعني ما غاديش يتسرب لك الثوب، وكتنفع كتنقص عليك شحال من حاجه. هما البوطونيير زوينين ولكن عاوتاني حتى هادو قاضين حاجه كما كنقولوا. نوريكم دابا الصفات اللي انا مستعمله والعبارة الصدايف، كاينه هاد الكبيره وكاينه الصغيره. يعني كتقطعي من قنت الصدفه حتى قنت الصدفه كتراسي الطباشه ديالك باش كديري البوطونيير ديالك. نوريكم انا الشكل الصفه اللي غنستخدم لهذا الكاب. هذا واحد الكاب صغير ديال بنيه صغيره. هانتوما انا غنستعمل هاد الصفه هادي، حتى هي بحال هذا الكري. انا شديت العبار ديال الصفه هادي، غادي حاولت نوريكم هنا الصيف باش تعرفوا العبارات اللي غادي تاخدوا. يعني راه البوطوني على حسب العرض ديالك انت كتحددتيه. نعاود معكم وحده اخرى باش تبان لكم الطريقه. وكنبدا من البدو ديال التراساج، وكنبقى غاده مع داك المستطيل كندير لا ريتم باش كنوصل للمنتهى من الاخر ديال الطباشير التراساج. كنعاود ندير ديك الغرزه اللي قلت لكم جوج غرزات، لحقاش فاش غنكون مصغره الغرزة على واحد ونص، يعني الغرزة تكون صغيرة غندير جوج غرزات. وكنعاود نرجع باش ندير لا ريتم عاوتاني الجهة الثانية. هي لا ريتم راه مزيان، راه هي لي كتعطيك داك الفينيسيون ديال البوطوني، هي لي كتعطيك داك المنظر، وكتجيبها غليظة. هي درتي غير مرة وحدة الخيط راه معنديش مزيانة. كذلك عاوتاني كنوصل للراس كنبقى ندير ديك جوج غرزات كنمشيو نجيبيهم. هما كيديو الوقت ويني كيخدمو حتى هما، كيعطيو واحد يعني كنكونو بديل ديال البوطونير وصافي. هانتوما البنات كيجيو دايرين،
هانتوما يعني ما تخافوش، ما كيتسربش ما كيتنسلش من فاش كتحل البطانية، ما كيتسربش. انا نحاول نفتح معكم وحده باش نوريكم كي غادي تجي. كنقعد انا الثوب على جوج، وكندير المقصه هكا، كندير ضربه صغيره. اولا اللي عندها زيزوار العزوار يعني ممكن تقطع بالعزوار، كنحاول نوسع هنايا. هانتوما فاش كنحل البوطون ديالي كتكون بهذا الشكل هذا. ضروري غيكون واحد شويه ديال الباقيه ديال الخيوطه من الداخل، كنحاول نتخلص منه. صافي كتبقى خيطه جمع ليا هذا من اللور. وباش تجيكم البوطون ديالي يعني مفينه وزوينه، تستعملوا نفس ثوب القماش مع نفس الثوب، يعني نفس الثوب نفس الخيط مع نفس الثوب ديال القماش، ما كتجيش باينه كتجي زوينه. نتمنى يكون فدتكم، وما تنساوش ديروا ابوني للقناة ديالي وتعاوني ان شاء الله باش نستكبر معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.